بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس احمد طابور، مسؤول السلامه والصحه المهنيه بمحطه كهرباء برولوس. احنا مهمتنا ان احنا بنامن جميع من في المشروع، من عماله، من فنيين، من مهندسين، كل انواع العماله داخل المشروع بيبقوا تحت تامين وتحت عين منظومه السلامه والصحه المهنيه اللي هي السيفتي، من تدريب، من استقبال واعطاء محاضرات، من توزيع مهمات تحمي كل جزء من جسمهم وهم شغالين، من حماية المعدات والمنشآت اللي بتتم فعلا داخل نطاق المشروع، من تدريبهم، من تثقيفهم، من تعلية قدراتهم. والحمد لله بفضل الله لحد دلوقتي عاملين يعني وصلنا لنسب إنجاز كشغل سيفتي داخل المشروع، فالحمد لله يعني. أيمن مرسي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية محطة كهرباء برولوس. احنا شغالين هنا في الموقع ده 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، والحمد لله شغالين بأعلى معايير السلامة في العالم كله، ده باعتراف البنك الدولي والشركات الأجنبية كلها ان احنا مطبقين أعلى معايير السلامة في العالم. وبنقوم بتدريب العمالة، التدريب مهم جدا جدا للعمالة لتفادي المخاطر الموجودة في موقع الإنشاءات. شغالين بأكتر من 700 معدة في الموقع، 8000 عامل وأكتر شغالين في الموقع، ودول مسؤوليتنا ان احنا نأمنهم بأكتر من 200 واحد ببعض الخبرات الأجنبية، بس بحوالي 200 واحد مصري مسؤولين عن تأمين العمالة دي في الموقع. والحمد لله ان احنا شاركنا في مشروع قومي زي ده كبير ده وده بيقول ان مصر تستطيع.